السلام عليكم احبائي، كيفكن؟ شو اخباركن؟ اليوم ان شاء الله بدي اقدم لكم وصفه كيف منحضر طريقه كعك الخميس. تابعونا وشوفوا الوصفه وان شاء الله راح تعجبكن. عندي هون 3 اكواب من الطحين، انا سبق ونخلتهم، بدي اضيفهم على المكنه. بسم الله. بدي ضيف كوب من السميد الناعم، بدي ضيف معلقة كبيرة من الشومر المطحون، ومعلقة كبيرة من ينسون المطحون. معلقة صغيرة من المحلب. ربع معلقة صغيرة من القرفة بودرة. رشة من جوزة الطيب. معلقة صغيرة من حب البركة. رشة ملح. هلأ بدي أخفقهم حتى يتجانسوا مع بعض. هلأ أضيف كوب من السمنة. هيدا هو كوب السمنة. هلأ بشغل المكنة على الخفيف وبحط السمنة شوي شوي. بالطنجرة يلي دوبت فيها السمنة رح حط كوب حليب 200 ملي، ورح حط نص معلقة صغيرة من الكركم، ورح حط نص كوب من السكر، ورح ارجع اضيف نصف كوب تاني من السكر. وراح حرك راح حط نص معلقة صغيرة من الخميرة. وبضل بحرك حتى يدوب عندي السكر. هلأ رح ضيفهم فوق العجينة. صارت منيحة ما شاء الله، ريحتها غير شكل. هلأ رح فضيها بالجاط وريحها أقل شي ساعة ونص. هلأ راح غطيها وريحها.
وبالنسبة للطحين أنا استعملت هيدا النوع وهيدي السمنة، بس أخذت قدر مع الأصغيري من هيدي السمنة حتى تعطيني نكهة على الكعك. وهلأ من بعد مرور ساعة ونص على تريح العجينة راح نبلش بالتطبيق. عندي هون قالب يلي بدي أشتغل فيه، بس بدي أدهنه شوية زيت، وإذا منه متوفر عندكم هذا القالب ما في مشكلة أبداً، بأينه غطى تبع الأتراميز وغطى قنينة بلاستيك. رح نحط العجينة هون ونعملها هيك ديكور صغير فبتطلع عريبة للقالب. خلونا نبلش. رح حط شوية زيت، زيت زيتون أكيد، بهالطريقة وراح حطه مباشرة بالصينية وبكرر العملية. بدهن زيت بدها القرص وهلأ إذا منه متوفر القالب هذا الغطاء بحطه هون بورقة النايلون بهالطريقة. راح أخذ شوية من العجين ومدهم وراح حطه بالصينية وبغطى هيدي القنينة راح أعطيه هيدا الشكل. شايفين كيف؟ راح كفي كل الكمية وأرجع لكم. وهلأ بدي حطها بقلب الفرن على درجة حرارة 180 وبس تحمر رح شيلها وبشغل الفرن على درجة حرارة 180. وهلأ دغري مباشرة بس تطلع من الفرن. إذا بتحبوا بطرف الزبدة عملوا لها هيك أو حتى كمان فيكم تدهنوها بشوي من زيت الزيتون، الخيار لكم. بس بدي ورجيكم كعبة، شوفوا ما شاء الله على هاللون، ريحتهم غير شكل ما شاء الله، بعدهم سخنين كتير. وهيدي هي كانت وصفتنا لليوم، ان شاء الله بتعجبكم. ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. صحتين.